بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بيكم اولا في اولى حلقات برنامج دنيا البورصه. والنهارده الحقيقه الاسبوع ابتدى بدايه تفاؤليه ومشجعه. حجم التداول او قيمه التداول النهارده بلغت مليار و140 مليون جنيه تداول اسهم صافي تقريبا بدون صفقات. البدايه زي ما بنقول مشجعه جدا وبتؤكد الاستقرار فوق المليار جنيه، اللي بيخلينا متاكدين او بنشير اكتر ان ده بدايه تفاؤليه. الحقيقه ارتفاع مؤشر كيس 30 من 8345 نقطه ل 8498 نقطه، وده رقم قياسي جديد بالنسبه لمؤشر كيس 30. اذا اتكلمنا عن حجم تعاملات المصريين والعرب والاجانب في البورصه النهارده، هنلاقي ان المصريين كانت قيمه مشترياتهم 750 مليون جنيه والمبيعات مليار و28 مليون جنيه. الاجانب المشتريات 336 مليون جنيه ومبيعات 110 مليون جنيه. العرب 220 مليون جنيه مشتريات ومبيعات 166 مليون جنيه. إذن الصافي كان لصالح المشتريات بالنسبة للعرب والأجانب، وكان لصالح البيع بالنسبة للمصريين، وده بيدعم ثقة المستثمر العربي والأجنبي في البورصة المصرية. أنشط خمس أسهم تقريبا النهاردة في البورصة المصرية من حيث قيمة التداول كانت نمرة واحد المنتجعات المصرية اللي سجلت 184 مليون جنيه، اثنين هرمس 165 مليون جنيه، سودك 106 مليون، مصر الجديده 49 مليون، سويدر الكابلات 42 مليون. اذا ابدينا ملاحظه على انشط خمس اسهم، هنلاقي ان من ضمنهم ثلاث اسهم من اسهم العقارات والاسكان، وده بيؤكد ان ما زال هذا القطاع بيقود البورصه المصريه، وبيدي مؤشر ان ما زال امام هذا القطاع الكثير ان شاء الله في قياده البورصه المصريه. إذا اتكلمنا على مؤشر كيس 30 اللي ارتفع النهارده لرقم قياسي زي ما قلنا 8498 نقطة، نقاط الدعم والمقاومة، الدعم عند 8220 نقطة، والمقاومة اللي هي معظم المحللين الفنيين بينصحوا إنه إن شاء الله ومتفائلين إنه هيتخطاها 8520، بعد كده 9000 نقطة، والنقطة المستهدفة إن شاء الله بعد كده 9500 نقطة. هنتكلم النهارده برضو عن بعض اخبار الشركات اللي اعلنت اخبار ليها. النيل لحليج الاقطان اعلنت عن مزايده بالمظاريف المغلقه لبيع 66 الف متر مربع في المنيا نهايه تقديم المظاريف يوم 22/7 ان شاء الله. مدينه نصر النهارده كان في الجمعيه العموميه اللي وافقت على تجزئه السهم من قيمه السهم من 5 جنيه الى جنيه واحد ليرتفع عدد اسهم مدينه نصر 80 مليون سهم، طبعا مع الاحتفاظ بقيمه رأس المال مدفوع زي ما هو 80 مليون جنيه. جنوب الوادي أعلنت النهاردة عن نتائج الأعمال الغير مدققة 30/6/2007 اللي وصلت ل 210 مليون مقارنة ب 81 مليون جنيه. النهاردة أعلن أو من امبارح يمكن أعلن الخبر ده عن ارتفاع إيرادات الضرائب إلى 97 مليون جنيه بزيادة 40% عن العام السابق، وأعلن عن ارتفاع إيرادات قناة السويس عن شهر يونيو بحوالي زيادة 40 مليون دولار من 318 مليون دولار إلى 358 مليون دولار. طبعا إحنا لابد اللي بيتعامل في البورصة يكون ملم بمعظم الأخبار الاقتصادية والسياسية، لأنها بيكون ليها أثر مباشر على انتعاش البورصة. بعد كده ممكن هنتكلم وهيكون تقريبا في كل حلقة لينا كلام سريع عن نصيحة لكيفية الاستثمار في البورصة. هنتكلم النهاردة ننصح المستثمر إزاي بداياته يخش في البورصة. أول نصيحة إن المستثمر بيخش بجزء من فائض رأس المال، ولابد من التركيز على هذه العبارة، جزء من فائض رأس المال في البداية وليس فائض رأس المال كله. النصيحة اللي دايما بننصحها يا جماعة، المستثمر في البورصة ما يخشش بفلوس يكون هو محتاج لها، لا فلوس شقة ولا فلوس جواز ولا فلوس، لأن ده بيأثر على أعصابه وعلى قراراته في البورصة، بيؤدي لنتائج سلبية وعكسية بشكل خطير. فهي البداية إن أنا بخش بجزء من فائض رأس المال، لأن كمان لابد إن أنا عشان أزود استثماراتي في البورصة أكون معتمد على نفسي ومعتمد على قراراتي، لأن ما ينفعش إن أنا أعتمد على قرارات الغير في موضوعات حيوية بتمس حياة الإنسان بشكل مباشر، وهي الفلوس اللي الإنسان بيتعايش منها. فلابد إني أنا أعلم نفسي زي ما بيقولوا، لازم الإنسان يثقف نفسه في البورصة بنفسه، وبعد كده يزود استثماراته لحظة بلحظة. زي ما بنقول دايما، العملية مش عملية مكسب بس، ممكن جدا إن أنا أعتمد على الآخرين وحقق مكسب بالصدفة، إنما بحقق مكسب بناء على قراراتي بناء على ثقافتي والمجهود اللي أنا ببذله،
زي ما بنقول دايما ده بيدي احساس بالذات، وده انا بعتقد انه بيكون له قيمه كبيره جدا اكتر من الاحساس بالمكسب المادي. نتمنى ان النصيحه اللي كنا قلناها ان شاء الله تكون فادتكم بحاجه، وفي الختام بشكركم ونلتقي بكره ان شاء الله باذن الله على خير. شكرا.